أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوى الوطنية العراقية الموقعة على الميثاق الوطني، والذي تطرقت فيه إلى آخر التطورات في العراق لا سيما التظاهرات الشعبية، حيث عبرت هذه القوى الوطنية عن دعمها الكامل لهذا الحراك الشبابي ضد العملية السياسية وقواها، كما حثت الشعب العراقي على دعم وإسناد شباب انتفاضة تشرين. وسيكون معنا في هذه التغطية كل من الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي، ومن العاصمة الألمانية برلين عبر سكايب محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري. وقبل البدء بالنقاش في هذه التغطية نتابع وقائع المؤتمر الصحفي لعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية للميثاق الوطني العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم إخوتنا من العراق والعالم العربي وتركيا، نرحب بكم أجمل ترحيب في مؤتمرنا الصحفي هذا، والذي سنعبر فيه عن تضامننا المطلق مع إخوتنا المنتفضين في عراق العز والمجد، ونرجو أن نوفق في إيصال صوت هؤلاء المنتفضين إلى العالم عبركم وعبر إعلامكم وأشخاصكم. أولا سأتحدث نيابة عن إخوتي في اللجنة التنسيقية للميثاق الوطني العراقي، ثم يتحدث أخي الشيخ أحمد الغانم وهو أيضا عضو في اللجنة، وإن شاء الله سنوفق في عرض لقاء مع أخينا محمد فوزي اللامي وهو من شبابنا المقيمين في أوروبا وهو أيضا عضو في هذه اللجنة. إن الانتفاضة الحاصلة في العراق في شهر تشرين هي استمرارية لانتفاضات سابقة ضحى بها شبابنا بأرواحهم ودمائهم لكي يعود العراق إلى سابق مجده التليد والممتد لسبعة آلاف سنة. بعد أن توضحت الصورة منذ الساعة الأولى لهذه الانتفاضة على أنها ثورة شعبية حقيقية هذه المرة، لا تطالب بماء وكهرباء، وإنما تطالب بنسف هذا النظام المهترئ وعمليته السياسية وأصنامه التي فرضها المحتل على العراق فرضاً. هذه الانتفاضة التي نسفت مشروع الطائفية المقيت وجعلت العراق واحدا في ربع ساعة، أول ربع ساعة فهمنا من هؤلاء الشباب ماذا يريدون، وهؤلاء الشباب فعلوا ما عجزت عنه جيوش من السياسيين والإعلاميين والمفكرين، وهكذا هم الشباب، عفويون طبيعيون لكنهم واعون، هؤلاء هم شباب العراق. فباسم اللجنة التنسيقية للميثاق الوطني العراقي نقول لهم نحن معكم قلبا وقالبا، والعراقيون معكم لما حملتم من رسائل
عظيمة للعالم وللمحتلين الشرقيين والغربيين ولكل من له مشروع خبيث في العراق. لقد بعثتم برسالة عظيمة وكأنكم تدرسونها بدرجة دكتوراه. لماذا؟ لأن قلوبكم هي التي تحدثت، لأن عراقيتكم هي التي انتفضت. فشكرا لكم وشكرا لكل من يقف معكم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، ونحن لكم بعد الله السند والظهير. ميثاق الوطني العراقي هو زبدة لجهود فكرية وسياسية منذ اليوم الأول للاحتلال، سبقنا إليه آخرون، والآن نراه في ساحات العزة والكرامة، نراه في بغداد والناصرية والنجف والديوانية وكل مدن العراق المنتفضة، نراهم يجسدون هذا الميثاق ويكتبونه بدمائهم وهم ربما لم يقرأوا الميثاق. نحن لا نقول أنهم يتبعون ميثاقنا حتى نفهم، ولكن هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون العراق واحدا، وأن يكون العراقيون موحدين في الداخل والخارج برسالة واضحة إلى العالم. أكرر شكري للحضور الكريم، وأعطي الكلمة الآن لأخي الشيخ أحمد الغانم ممثلا عن عشائر الجنوب، وهو يرأس هيئة عشائر الجنوب، ليدلي بكلمة لحفلكم الكريم. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، عندما نتحدث عن ما قام به الشباب في اليوم الأول من تشرين، هي ثورة عظيمة، ثورة الكرامة والعز والشرف. إنها ليست مظاهرات من أجل مطالب ضيقة كما يريد الآخرين أن يصوروها أو البعض من أن يصورها أنه مظاهرات مطالب، وإنما هي ثورة، ثورة الكرامة، ثورة ضد الظلم، ثورة ضد الحيف الذي أصاب أهلنا في الجنوب والفرات الأوسط. مع العلم أن كل السياسيين، أغلب السياسيين الموجودين الآن هم أصحاب القرار، هم من هذه المناطق، دليل على أن هؤلاء الذين جاء بهم الاحتلال إلى السلطة هم ليس من أهل العراق الذين يريدون الخير لهذا البلد، أو ليس من المنتمين إلى هذا البلد، لكن هم مرتبطين بأجندات خارجية يخدمون أجنداتهم، يخدمون أسيادهم، ولهذا ولن يقدموا شيء إلى أهلهم في الجنوب والفرات الأوسط. عندما تحدث عن ثورة في الجنوب، إذن هناك خلل كبير في العملية السياسية التي أوجدها المحتل الغاشم. اليوم الشباب ينتفض، الشباب له مطالب أفصح عنها في اليوم الأول من انطلاق هذه الثورة. الآخر أو البعض يريد أن يسميها مظاهرات من أجل مطالب ضيقة، من أجل أمور أخرى، من أجل خدمات. لا، الشباب يرفض هذه التسمية وهذه، وإنما يطالب بإلغاء العملية السياسية، يطالب بإلغاء الدستور، يطالب بإصلاحات كبيرة تنقذ العراق من هذا المستنقع الذي وقع فيه. الآن العراق البلد العظيم، بلد صاحب الحضارة، صاحب التاريخ، 7000 سنة تاريخ العراق. اليوم العراق يعاني من ظلم وفساد في كل مرافق الحياة، ولهذا انتفض الشباب.
هذه الثورة ثورة الكرامة، وكل المحتفظين أبناء هذا البلد هم تربوا في الدواوين، دواوين العز والشرف والكرامة، هم أبناء عشائر عندما عاشوا الظلم والفساد والمخدرات التي غزت البلد، والشباب الذي ضاع في هذا الوضع اللي قاعد يمر به البلد. نلاحظ ان الذين يشاركون الان في المظاهرات هم طلاب، خريجين، اصحاب شهادات عليا، اصحاب شهادات دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، اخرين، عمال، موظفين، كل الان مشاركين في هذه الثوره. احنا عشناها الانتفاضه من اليوم الاول. الانتفاضه انطلقت بعد المعاناه الكبيره، وهذه ليست وليده اليوم. ترى تحدث الاخ الاستاذ عن الموضوع بتفاصيله، انه ليست وليده اليوم وانما هي معاناه كبيره انطلقت من الايام الاولى للاحتلال. الشباب كان رافض الاحتلال، كان رافض ما جاء به الاحتلال، انطلقت من الايام الاولى، وانطلقت في ايام ما كان المالكي في الحكم، انطلقت هذه الانتفاضه وهذه المظاهرات، وانطلقت في ايام العبادي، وانطلقت في هذه الايام المباركه هي ايام تشرين. لكن مع الاسف جوبهت بقمع كبير من السلطات التي كانت تحكم البلد، ايام المالكي وايام العبادي وايام عادل عبد المهدي. نحن عندما نتحدث عن ثور الشباب نتحدث عن مطالب تقرر مصير العراق الان. هذه الثوره لا يمكن ان تتوقف رغم القمع الذي مورس ضدها. الشباب قدموا الكثير من الشهداء، ما يقارب لحد هذه اللحظه 250 الى 300 شهيد، 7000 جريح. هذه مو انتفاضه، هذه مو مظاهره. نعم مظاهره سلميه تطالب بحقوق، وليس حقوق شخصيه وانما حقوق للعراق، للشعب العراقي، حقوق تنقذ العراق. لكن مع الأسف جوبهت بهذا القمع الذي مورس ضدها من القوى الأمنية ومن ميليشيات مسلحة أتت من خارج الحدود مدعومة وبقطاع حكومي، مارست القنص ضد المظاهرين وقتل المظاهرين، ويؤكد الكثير من المتظاهرين والشباب الذين شاركوا بالمظاهرات ان الذي قام بقتل المتظاهرين هم القناصة، واغلبهم من الحرس الثوري الايراني، لان الكل اللي كان يمارس هذه العملية القمعية ضد المتظاهرين لا يتحدث اللغة العربية. وهذه شهادة من بين الشباب المتظاهرين. يعني الحرس الثوري شارك في قمع الانتفاضة، القوة الأمنية شاركت في قمع الانتفاضة، وهذه كلها الأمور جرت بقطاع حكومي وبقطاع من رئيس الوزراء وبقطاع من القيادات الموجودة في هذه السلطة. لكن هيهات لهم أن يركعوا هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب انطلقوا، والآن الانتفاضة سوف تبدأ يوم 25 في مستوى عالي جدا، ويشارك فيها كل أبناء شعبنا في الجنوب والفرات الأوسط وبغداد، ولا نستثني محافظات الغربية والشمال.
أيضاً هم دعم داعمين وساندين لهذه الثورة، الثورة لكل العراق. نعم انطلقت من الجنوب لكنها هي لكل العراق. تحرير العراق يشترك به فيه كل أبناء العراق، لا يقتصر على فئة معينة ولا على طائفة معينة ولا على منطقة معينة، وإنما يشارك فيه جميع أبناء العراق من أجل تحرير العراق من هؤلاء الطغمة الفاسدة الذين يقبعون في المنطقة الخضراء. الحالة الحقيقة اللي تفرح هي أنه كل رؤساء العشائر والقبائل في الجنوب والفرات الأوسط حثوا أبنائهم على المشاركة في هذه الانتفاضة. اللي كان يتحدث أن هناك خرق في المنظومة العشائرية والقبلية في الجنوب والفرات الأوسط من قبل إيران أصبح الآن أمام الأمر الواقع، أن هؤلاء هم عراقيين، أبناء الدواوين وأبناء القبائل وأبناء العشائر هم أبناء هذا البلد، لا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ولاهم إلى خارج العراق أو إلى طائفة معينة. العراق أولاً، عندما أصابهم الظلم والظلم والاستبداد من هؤلاء والتدخل السافر من قبل إيران في شؤون العراق، وأصبح القرار واضح لكل هؤلاء الشباب أنه لا سيادة للعراق، لا كرامة للعراق، لا هوية للعراق، انتفض الشباب. خلي البعض يقول من أجل مطالب خدمات كهرباء وماء، لا لا، خلي يتحدث كيف. الآن الشباب على قناعة كاملة، نحن في تواصل معهم ونعرف شنو الآن ما يريد الشباب. وعندما نقول ثورة الشباب، لأن كل المشاركين في هذه الثورة رغم أن هناك نعم رجال لكنه شباب من عمر 20 أقل صعودا، هذول الشباب عاشوا الظلم وعاشوا الظلم وعاشوا القهر وعاشوا فقدان السيادة والكرامة. ولهذا نحن في مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق ساندين وداعمين بكل قوة ومشاركين في هذه الثورة. لن تتوقف الثورة إلا إعلان تحرير العراق وإسقاط كل هذه الوجوه الكالحة التي ابتلى بها العراق. وإن شاء الله النصر قريب، وأنا أطمئن كل إخواننا الموجودين إن كانوا من العراقيين في الخارج ومن إخواننا العرب أن النصر قريب والثورة مستمرة، ولن تتوقف هذه الثورة. لكن في نفس الوقت نطلب إسناد ودعم من هذه القوى، وإسناد ودعم من إخواننا العرب، وإسناد دعم من المجتمع الدولي. وأنا أشكركم وأشكر الإخوان، بارك الله بكم. الحقيقة هذا هو الصوت الذي نريده، وحين أتمعن في الوجوه هنا أنا واثق أن أصواتكم عالية كصوت الشيخ الجليل، وأعرف ما في قلوبكم لأننا تحدثنا طويلا وقرأنا وجوهكم المؤيدة لهذا الخطاب العراقي الأصيل. فشكرا لعشائر العراق ولا سيما عشائر الجنوب الداعمة لهذه الانتفاضة، الثورة، سموها ما شئتم. أرجو من الأخوة أن يتفضلوا علينا بطرح أسئلتهم واستفساراتهم.
السؤال للأستاذ مكي النزال، يعني هل تعتقد القوى الوطنية اللي وقعت على هذا الميثاق الوطني أن هذا الميثاق صالح لأن يكون خارطة إنقاذ وطنية في العراق في ضوء معطيين يعني مهمين، وهو اصطدام العملية السياسية إذا صح التوصيف بالجدار، حالة استعصاء بالكامل، وقناعة الرأي، إدراك الرأي العام في العراق لهذه الحقيقة. وأيضا هناك تحرك شعبي متمثل بهذه التظاهرات الشعبية التي كما أشرت نسفت المفردات الخطاب الطائفي، ويعني أشرت أو قدمت مستوى وعي وطني الحقيقة يعني متقدم جدا. لذلك كيف يمكن استثمار هذين المعطيين لبلورة خارطة إنقاذ وطنية للبلد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أيضا، كيف القوى الوطنية العراقية اللي وقعت على هذا الميثاق، وطبعا أيضا بالتعاون مع قوى وطنية أخرى، أن تقنع الرأي العام في العراق بهذا الميثاق، بجدوى هذا الميثاق، وأن هناك فعلا بديل للعراق في ضوء خطاب التخويف من قبل قوى العملية السياسية أنه أي تحرك في العراق قد يقود إلى المجهول، إلى الفوضى؟ لا، هناك بديل وطني جاهز وقد يكون يعني هناك إجماع عليه، فهذه أيضا يعني مهمة بالنسبة لإقناع الرأي العام في العراق. وأشكرك. شكرا. الحقيقة يعني سؤالك حمل إجابته وفصلت كثيرا وأثريت الموضوع. الميثاق مطروح منذ مدة ووجدنا استجابة كبيرة من النخب واستجابة أكبر من القاعدة الشعبية، يعني بفضل الله، مع أن التواصل صعب جدا بسبب الفوضى الموجودة، كثرة التصريحات وكثرة كلام أهل السياسة، وبصراحة أكبر إعلامنا العراقي والعربي المضلل. يعني مع ذلك الحمد لله أن الرسالة وصلت والميثاق وصل، وهو كما تفضلت هو خارطة أولية، يعني هو ليس دستورا، هو خارطة أولية، خيمة للقاء العراقيين والكلام بنفس واحد، هو خدمة العراق. ويمكن أن تتغير هذه الفقرات إلى تفاصيل كبيرة ليكون دستورا للعراق. ولا أخفي عليك أن هناك دساتير مكتوبة جاهزة، لكنها لم نضمنها في الميثاق لكي لا نخلط الأوراق على العراقيين. رسالة الميثاق واضحة، وأظنها وصلت إلى معظم العراقيين، والذين استوعبوها نسبة جيدة ليست قليلة من العراقيين. ونعم، هي الحل الابتدائي لكي تشمل الجميع تحت هذه الخيمة العراقية. نعم، لكي يكون واضحا، لن نقول نحن البديل الوطني، سنقول إن هذا الميثاق بمن يقوده في حينه، نحن لا ندري، ربما كلنا نغادر، وغادرنا اثنان من الأخوة الأعزاء، هم يعني فرصة للترحم عليهم، الحاج مجيد الكويسي والأستاذ الكبير سلمان ناصري، وهم كانوا من ضمن اللجنة التي حررت هذا الميثاق. يعني هذا الميثاق نريده أن يكون نواة للحل، والذي تفضلت به عليه أمثلة، يعني بداية الاحتلال الناس تدبرت أمرها، لأن نحن عراقيون، نحن ندبر أمرنا بحلول كثيرة، ولكن هذه الورقة أنا واثق أن الكثيرين مقتنعون أن هذه الأوراق القليلة ستكون النواة، يضعونها على الطاولة فيفصلون هنا ويضيفون هنا ويحذفون هناك إلى أن يشكلون دستورا حاكما للعراق. وهو كتبه بالمناسبة، يعني ليس فقط اللجنة، وإنما يعني حضر معنا خبراء تقريبا في كل شيء. السلام عليكم نظير الكندوري، كاتب سياسي.
حقيقة تضامنكم مع المتظاهرين هو مهم وداعم كبير لانتفاضتهم، لكن الحقيقة بعد التواصل مع كثير من الناشطين في هذه التظاهرات ما يريدون من العراقيين أو الأحرار الموجودين خارج العراق هو ليس فقط التضامن والكلمات التشجيعية، إنما تحرك سياسي لعزل هذا النظام الذي يقمعهم. يا ترى الميثاق الوطني هل كان له جهود في يعني جهود موجهة إلى الحكومات التي خارج يعني في البلدان التي هم فيها لتغيير يعني علاقتهم مع العراق؟ هل كان لهم أيضا دور في التحرك على المنظمات الدولية لتوصيل رسالة واضحة إلى الأمم المتحدة للضغط على النظام العراقي والكف عن هذا الاضطهاد؟ قبل يومين كان هناك مؤتمر لموضوع التغييب القسري والجرائم التي يقوم بها النظام، وذكر أحد الحقوقيين بأن هناك إمكانية لإرجاع العراق تحت البند السابع، كون أنه هذا النظام الذي يحكم في العراق فاقد للأهلية وغير قادر على قيادة عملية سياسية توفر للشعب العراقي حياة كريمة. يا ترى هل كانت لكم جهود أو هل في النية أن تتحركون بهذا الاتجاه؟ شكرا أستاذ نظير. حقيقة أبدأ من النهاية، يعني نحن لا نطمح ولا نأمل أن نعيد العراق إلى سطوة البند السابع، يعني إلا إذا كان آخر العلاج الكي، فهذا هو الكي. نحن نطمح إلى أكثر من ذلك وأحسن وأفضل من ذلك. نطمح إلى سيادة عراقية بتعاون دولي، ولا أريد أن أكون دبلوماسيا جدا، لكن أيضا لا يمكن توضيح الكثير من المسائل. الوضع حساس. الجهود، هذه الجهات الموقعة على الميثاق تعمل منذ اليوم ربما السابع أو العاشر أو اليوم 20 من الاحتلال. كثير من هذه الجهات التي وقعت كانت تعمل على النظام الدولي على تغيير مساره في العراق، ونحن مستمرون بذلك الآن كمجموعة أكبر وأقوى تأثيراً تحت الميثاق الوطني العراقي. يعني استثمرنا الندوة التي تفضلت بالحديث عنها، وتكلمنا مع أطراف بعضها دولية وبعضها مرتبطة بأطراف دولية، وكل أسبوع يعني ولا أبالغ بذلك أبدا، كل أسبوع لنا حديث مع جهة معينة سواء كان إعلام أو دولة أو سياسة. كما كانت لنا جولات في أوروبا، كنت أحدث أخي نوفل من فنلندا الآن، كانت لنا جولات في أوروبا يعني تحدثنا فيها بصميم هذه القضية، وحصلنا على نتيجة لأول مرة أتحدث بها، أن العالم مقتنع 100% أن العراق يجب أن يغير نظامه، ولكن كيف؟ هم يدرسون ذلك. الحقيقة المؤلمة أن الولايات المتحدة مصرة على رعاية أزلامها وأيتامها. الآن كشف آخر غطاء لهم بهذه الانتفاضة، وأنا متفائل أن اتصالاتنا المقبلة ستكون مؤثرة أكثر من اتصالاتنا السابقة، ونحن مستمرون يعني ليطمئن الجميع، ولكن ما كل شيء يعلن. يعني بعض الأخوة الحاضرين يعلمون ماذا فعلنا في جولاتنا، وطبعا يعني فينا الصحفي وفينا الناشط الذي يتحدث عبر الصحافة يوصل رسائل. هناك منذ الاحتلال إلى الآن آلاف المقالات بلغات أجنبية تعري هذا النظام، وتدري أن هذا الدرع الكبير الذي وضعه الاحتلال لهذا النظام يستوجب وقتا، لكن دماء هؤلاء الشباب أذابت هذا الدرع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا أستاذ ناظر.
نعم، شاهدنا هذا الجزء من المؤتمر الصحفي للقوى الوطنية العراقية الموقعة على الميثاق الوطني. أرحب مرة أخرى بالسادة الضيوف، كل من الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي، ومن العاصمة الألمانية برلين محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري. أبدأ معك دكتور فالح، يعني جاء في المؤتمر الصحفي بأن القوى الوطنية المناهضة للاحتلال والموقعة على الميثاق الوطني أن انتفاضة تشرين هي امتداد طبيعي لكل الحركات الوطنية العراقية السابقة. كيف يمكن برأيك أن يتم الاستفادة من هذا التراكم في الفعل الوطني لبلورة مسار وطني عراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ربما تكون هذه النقطة الأهم، التعبير الصحيح والحقيقي عن الوحدة، وحدة العراق ووحدة المكون العراقي، وليس كما زعم الاحتلال عندما جاء وعندما روج قبل الاحتلال أن العراق بلد مكونات، وأراد من هذا تشتيت العراقيين إلى طوائف وملل وقوميات وأعراق. وكما نعلم الحقيقة أن عندما نقول أن هذه الانتفاضة هي ليست فقط استمرار للانتفاضات السابقة التي عمت العراق وإن كانت في مناطق محددة، ولكنها تتويج لتلك الانتفاضات التي كانت في منذ ذلك اليوم بالحقيقة تدرك ربما بوعي سابق وعي متقدم أنه الحالة خطرة. نحن نعلم أن الانتفاضة العراقية الكبرى هي كانت مقاومة الاحتلال، المقاومة العسكرية التي كانت رمز لانتفاضة ثورية حقيقية، صحيح أنه لم يشارك فيها الجميع ولكن كانت هي تعبير عن وعي متقدم جدا. ثم جاءت بعدين الانتفاضة التي نعلم عنها في ساحة العز والكرامة في الأنبار وبقية المحافظات، ثم تلتها انتفاضات أخرى قمعت كلها، لكن استطاع هذا النظام، نظام الاحتلال، أن يعني يعكس صورة معينة تضليلية عن كل وحدة من هذه الانتفاضة. حتى المقاومة أطلق عليها إطلاقات معينة، أوصاف معينة، ولكن إلى أن وصلنا اليوم إلى هذا. ما يميز هذه الانتفاضة هي أنها أتت من يعني كما يقال من قاعدة معينة يراد للاحتلال أن يوهم بعض العراقيين أنها هي قاعدة مستفيدة وأنها قاعدة منتفعة، لكن الحقيقة هذه استمرار وتتويج لكل الانتفاضات التي تمت. نعم. أستاذ محمد فوزي اللامي من برلين، هل ترى فعلا بأن انتفاضة تشرين هي ثورة شعبية بأعلى سقف وطني وليست متعلقة بمطالب مرحلية آنية؟ تحية طيبة لك سيدي وضيفك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني بالتأكيد سيدي اليوم نحن نشاهد بأن الشعارات التي رفعت في هذه الانتفاضة تقريبا لم نسمع بها منذ عام 2003 وحتى اليوم. أعلى سقف كان هو حدث في عام 2011 في انتفاضات ساحة التحرير، وثم ارتفع أكثر في عام 2014 في اعتصامات المحافظات الست المنتفضة. اليوم نجد بأنه الشعار الشعارين أساسيين رفعت في هذه الانتفاضة، الشعار الأول والأساسي الذي اجتمع عليه الجميع بأنه الشعب يريد إسقاط النظام، هذا هو المطلب الرئيسي اليوم، ولذلك هذا سقف عالي جدا، يعني هو أعلى سقف ممكن أن يصله المتظاهر قبل أن يرفع السلاح. فالتظاهرات السلمية وصلت إلى هذه المستوى. الشعار الثاني وهو أنه لم يسمح أحد من هؤلاء المتظاهرين أن يكون ما من ضمن هذه التظاهرات رجل دين، عمامة دينية أو جهة سياسية معينة، ولذلك تجد بأن هذه الانتفاضة انتفاضة حقيقية تختلف عن الانتفاضات الأخرى. نعم سقفها عالي جدا وسوف يستمر، وتجد بأن رغم كل ما حصل في الست أيام الأولى من تشرين، من انتفاضة تشرين، أرقام كبيرة جدا من عدد القتلى تصل إلى 311 في بعض التقارير، أكثر من 6000 جريح. اليوم تجد بأن الشعارات ما زالت مستمرة، التحشيد ما زال مستمر. بالعكس اليوم انتفاضة يوم 25 إن شاء الله من المؤمل أن تكون كبيرة جدا تشمل العراق بأكمله. فنعم بالتأكيد سيدي هذه المعطيات تؤكد لك بأنه نعم هذه هي أعلى سقف ممكن أن تصل له انتفاضة في العراق. نعم دكتور فلح، في المؤتمر الصحفي يعني تحدث الشيخ أحمد الغانم أحد أعضاء الميثاق الوطني العراقي وتوقع بأن الحكومة والميليشيات سوف تقوم كذلك بقمع المتظاهرين السلميين يوم 25 من هذا الشهر بعد ثلاثة
أيام. أنت برأيك هل الحكومة عازمة على قمع هذه التظاهرات لا سيما وهي الآن تقع في حرج، إن كنا نقول في حرج محلي، حرج عراقي وكذلك دولي، لأن هذه هذا القمع أنتج مئات الشهداء وألاف الجرحى، هل سوف تتبع نفس الأسلوب بالقمع في يوم 25؟ هل تتوقع ذلك؟ يعني السؤال الأكثر أهمية هو ماذا يملك هذا النظام غير القمع؟ هذا النظام فقد كل أوراقه، هو الورقة الوحيدة التي يمتلكها هي ورقة القمع، هو لا يمتلك غير هذا الميليشيات، القوى المدججة بالسلاح والمدعومة من قبل دولة مجاورة هي إيران بكل ما تحمل من ميليشيات ومن حرس ثوري على طول حدود طويلة مفتوحة. هو لا يملك هذا النظام، لا يملك الخيار، لأنه بالحقيقة لا يملك أي جواب، لا ليس عنده جواب لا اقتصادي ولا جواب إصلاحي ولا جواب يملك، يعني نظام غرقان في الفساد، غارق في التبعية، غارق في العمالة، لا يملك القرار، لا يملك، يعني الفساد أصبح شيء يعني لا يمكن حتى مواجهته، حتى إذا ادعى أحد أنه يستطيع أن يواجه هذا الفساد لا يمكن مواجهته. وبالتالي والقمع هو الشيء الوحيد الذي يمتلكه هذا النظام، ولعله يعني يمني نفسه بأنه، لكن يجب أن لا ننسى أنه هذا النظام لا زال للأسف الشديد متغطي بالغطاء الأمريكي، وإلا أمريكا لو تريد أن تفعل شيء أو ما يسمى المجتمع الدولي لكان فعله. عدد الشهداء عدد كبير جدا، عدد الجرحى كبير جدا، الاعتقالات شغالة، وبالتالي هناك غطاء دولي للأسف، غطاء إقليمي، الكل يعني يخشى، ولذلك هذا النظام عند ضوء أخضر تقريبا، وكما قلت هو عند ضوء أخضر أو أحمر هو لا يملك إلا القمع، لأنه فاقد للأهلية، فاقد للشرعية، ليس عنده خيارات ولا يستطيع، يعني لا عنده رغبة ولا إرادة في أن يعطي للمنتفضين للمتظاهرين أي شيء من حقوقهم التي يطالبون بها. نعم أستاذ محمد فوزي اللامي، يعني مثل ما أشار الدكتور فالح الخطاب بأن الحكومة في العراق تحميها الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2003 ولغاية الآن، وكذلك أشار في المؤتمر الصحفي الأستاذ مكي نزال وهو أحد أعضاء الميثاق الوطني العراقي بأن المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم النظام الحالي في العراق مجمعون على أنه يجب تغيير النظام في العراق. برأيك إلى أي مدى سوف تبقى الولايات المتحدة الأمريكية تحمي هذه الحكومة وهذا النظام في العراق؟ هو سيدي المجتمع كما ذكر الأستاذ مكي النزال، المجتمع الدولي اليوم متجه بالتصعيد تجاه هذه الحكومة، خصوصا مع هذه الأحداث، وإن حدثت مع انتفاضة 25 القادمة أكيد إن حدثت حالات قمع وإن حدثت حالات استخدام العنف بالتأكيد سوف المجتمع الدولي سوف لن يسكت. يعني احنا نتحدث اليوم الآن باستثناء أمريكا، اليوم مجلس العموم البريطاني اليوم يجمع تواقيع لإدانة الحكومة العراقية في استخدامها للعنف، طبعا تحذيرات من أوروبا صدرت، منظمات دولية، الأمم المتحدة، حتى الأمين العام للأمم المتحدة أصدر تحذير إلى الحكومة العراقية من استخدام العنف. لكن كما نعلم بأنه أمريكا لها دور مهم في رأي المجتمع الدولي، في قرارات المجتمع الدولي، وإن استمرت هذه حالات هذه العنف والقمع وهذا النظام الموجود في بغداد لم يستجب لرغبة ومطالب المتظاهرين السلميين بالتنحي عن السلطة وإلغاء هذه العملية السياسية، فسوف المجتمع الدولي سوف لن يسكت، سوف تضغط، سوف ترتفع الأصوات. لدينا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي مهمة، عامل مهم جدا في الضغط على المنظمات الدولية. أمريكا سوف لن تستمر إلى ما لا نهاية مع هذا النظام، لا، لكن لها حدود عندما تصل مراحل الضغط وعندما يصل الرأي العام الإقليمي والمحلي والدولي إلى مرحلة الانفجار نتيجة الاضطهاد الذي يحصل في العراق، أمريكا سوف تتخلى عن الموجودين، عملائها الموجودين في المنطقة الخضراء، وأمريكا لها تاريخ في التخلي عن العملاء الموجودين سواء كان في مع الشاه أو في فيتنام وفي حالات أخرى. فنحن ننتظر بالتأكيد اليوم التفاعل الدولي، ينتظر أنه الإعلام الإقليمي يهتم أكثر، الإعلام الدولي يأخذ حقيقة
دوره في نقل الحقيقة، لأن الإعلام لديه رسالة إنسانية في الدرجة الأولى ورسالة نبيلة، لكن ما شاهدناه في الست أيام الأولى كان شبه مخيب للآمال. نتأمل اليوم مع عودة انتفاضة يوم 25 أن تكون هنالك حقيقة أصوات عالية من قبل الإعلام المحلي، الإعلام الإقليمي ومنظمات المجتمع الدولي لإيصال الحقيقة. نعم دكتور فالح، دعني أبدأ هذا السؤال بتصريحات لشيوخ عشائر من الجنوب. يعني رئيس قبيلة البدور في محافظة ذي قار وهو الشيخ عدي فهد الشرشاب يعني صرح وقال بأنه اتفقنا على رفض وعدم حضور اجتماع وزير التخطيط نوري الدليمي وهو رئيس لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين السلميين، لأن مطالب الناس كما قال واضحة، وهي حل البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتعديل الدستور وتغيير النظام السياسي في العراق. بينما وجهاء وشيوخ محافظة النجف قالوا بأن المندسين الذين تتحدث عنهم السلطات الحكومية هم تابعون للأحزاب الحاكم، وكذلك طالبوا باستقالة حكومة عبد المهدي. كيف ترى هذه التصريحات وهذه المواقف من شيوخ عشائر أهالي الجنوب، لا سيما وأن التظاهرات كانت في المحافظات الجنوبية، انطلقت هذه التظاهرات انتفاضة تشرين في العاصمة بغداد، هناك يعني موقف صريح وواضح من قبل هؤلاء الشيوخ، كيف ترى هذا الموقف؟ يعني هذا الموقف هو حقيقة الذي يقلق هذا النظام. هذا النظام بنى قاعدة من الوهم منذ أن جاء، بنى قاعدة وهم تقول بأنه هو ينتمي إلى جزء من الشعب العراقي. هو ترك مثلا الأكراد، ترك بعض ما يسمى السنة، ها يعني هاي التصنيفات جاء بها الاحتلال الأمريكي، ها، وحاول أن يقنع الجنوب، الفرات الأوسط، نعلم هذا الكلام، إخواننا في الجنوب، حاول أن يقنعهم أنه هو من ينتمي لهم وهو من يمثلهم، وحاول أن يفهمهم أنه هذه الفرصة التاريخية لهم لكي يكونوا في الحكم وكذا وكذا. ثم كلنا يعلم ماذا جرى، كلنا يعلم أن هناك طبقة فاسدة، طبقة لا تمت بصلة. يعني نحن نشاهد علماء دين في خارج العراق في لبنان وفي غيرها يقولون يعني هذه لا تمثل، هل يعقل أن هذه الحكومة الفاسدة هي حكومة الحسين مثلا، هي حكومة التي يعني يتغنون بها وكذا. فبالتالي هذا الموقف من القاعدة التي يفترض أنها تكون قاعدة لهذا النظام الفاسد المهترئ، نظام الاحتلال، وقد تخلت، أدركوا طبعا هذه القاعدة، أدركت بعد سنوات طويلة من الشظف والعيش والحرمان والقمع، ويعني كل ما جرى في الجنوب حقيقة شيء مؤلم جدا، هو جرى لكل العراقيين، ولكن في الجنوب كان يتم إفهامهم أنه أنتم شعب الله المختار الذين نحن جئنا من أجلكم وباسمهم وبالتزوير. وبالتالي اليوم عندما تبدو هذه الانتفاضة وكأنها استفاقة من شيء، من حلم، من وهم، ها، هذا طبعا يقلق هذا النظام، يقلقه بشدة. وبالتالي موقف القبائل موقف مشرف، موقف يعني عندما تأتي أصوات من النجف وهم يقولون، يتكلمون عن النجف كلام طبعا طويل عريض، النجف وكربلاء والقدسية والكذا، ثم تأتي هذه الأصوات من هناك، فهذا مصدر قلق كبير جدا. يعني هذا يعني هذه النصوص التي تفضلت بها حضرتك ونصوص أخرى تأتي من هنا ومن هناك تعادل في قلقها وفي أثرها المتظاهرين الذين في الشارع. نعم أستاذ محمد فوزي اللامي، يعني بعد سقوط أكثر من 300 شهيد وألاف الجرحى، هل يتوقع أن يتخلى شباب التظاهرات عن حراكهم وإضاعة دماء إخوانهم الذين سقطوا في ساحات التحرير برصاص القوات الحكومية والميليشيات برأيك؟ ونحن نتحدث عن يوم 25 الذي يفصلنا فقط 3 أيام بيننا وبينه. السيد، أصبحت هذه الدماء اليوم وهذه التضحيات من قبل من استشهد ومن جرح أصبحت اليوم أمانة في أعناق الجميع، في أعناق جميع العراقيين. اليوم جميع العراقيين سواء كانوا المتظاهرين أو الداعمين لهم أو الموجودين في الجاليات العراقية الموجودة خارج العراق التي أيضا دعمت في تظاهرات واضحة وصريحة وتم نقلها على وسائل التواصل الاجتماعي، الجميع يشعر بأن هذه الدماء اليوم هي مسؤولية، والهدف من
إراقة هذه الدماء كان، ومن هذه التضحيات هي إسقاط هذا النظام وإبداله بنظام وطني، نظام عادل يحترم العراقيين. والعراقيين بصراحة يعني اليوم يشعرون بأنه الساعة قد انتهت لهذا النظام، ويجب أن يستبدل، ويجب أن تكون هنالك حياة كريمة، عدالة ومساواة. فسيدي لا، من المستحيل اليوم أن تقف هذه التظاهرة. بالعكس، اليوم نحن نتابع على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم تجد هنالك حملات كبيرة، نفس التنسيقيات المتظاهرين. اليوم نشهد دخول أيضا شيوخ عشائر خيرين وأصلاء من الوسط ومن الجنوب على هذا الخط. شيوخ عشائر نجف قالوا بصراحة أنه إذا تم قمع وإذا تم إطلاق النار الحي على المتظاهرين، يعني قالوا سوف ننزع عقلنا ونذهب مع المظاهرات. فهذا تصعيد كبير، وتصعيد كبير جدا. اليوم هذه المنظومة التي تحكم اليوم في العملية السياسية لم تعد لها سيدي الكريم من حاضنة شعبية. النظام الذي ليس له حاضنة شعبية وليس له جمهور داخل بلده، من المستحيل أن يبقى في الحكم حتى وإن قمع، حتى وإن حاول استخدام القوة المفرطة. بالأمس كانت هنالك شباب، طبقة شبابية اليوم اشتركت فيها اليوم الشيوخ، بالتأكيد سوف تشهد انشقاقات من عسكريين أيضا وطنيين، والمؤسسة الأمنية سوف تختل إذا استمر هذا القمع. فاستمرار القمع هو عبارة عن إدانة كبيرة لهذه، يدين نفسه هذا النظام وتتراكم عليه الأخطاء، وبالنتيجة سوف تكون الحساب كبير. نعم أستاذ محمد. دكتور فالح، وأنت كباحث سياسي، كيف يمكن للقائمين على الميثاق الوطني أن يقوموا بمد الجسور للتواصل مع القوى الوطنية العراقية الأخرى يعني إيجاد فضاء وطني بعيدا عن العملية السياسية الذي جاء بها المحتمل؟ يعني مثلا من اليوم من الأشياء اللافتة للنظر قول الأستاذ مكي نزال عندما قال أنه نحن لم نخترع في الميثاق شيء جديد، ولكن ما نقوله هو أنه هذه الانتفاضة جسدت الميثاق على أرض الواقع. اليوم الحقيقة هذا الميثاق عندما نشر، عندما أعلن في وقته، كان هو دعوة لكل العراقيين للعودة إلى الثوابت العراقية التي تم التشكيك فيها كما نعلم من قبل الاحتلال. الاحتلال أتى لكي ينسف كل ثوابت العراق، يفكك الدولة ويفكك المجتمع ويقيم هذه الحكومة، هذا النظام الفاسد الذي لا يمثل العراقيين. لذلك الميثاق اليوم هو دعوة للعراقيين لكي يلتزموا بثوابت العراق، بثوابت الوطن، بالعلم العراقي، بالعراق وليس غير العراق، لأنه لا يوجد اليوم أي دعوة ليس لها يعني ليس لها صوت، ليس لها واقع في داخل العراق. العراق اليوم يحتاج، ولذلك نرى أن المتظاهرين المنتفضين وحدة من مطالبهم، إضافة إلى قضية الشعب يريد إسقاط النظام، كان هناك مطلب مهم جدا، الشعب كان يريدون يبحثون عن وطن، هناك هوية مفقودة، الوطن ضاع في العراق وهؤلاء المنتفضين طلبوا الوطن. وبالتالي الميثاق الوطني العراقي يستطيع أن يملأ فراغا كبيرا جدا عبر إحلال هذه الثوابت الوطنية التي من شأنها لو وضعت موضع التنفيذ وتجسد الهانية فعلا على أرض الواقع، بإمكانها أن تكون خطوة متقدمة من أجل أن يأتي كل العراقيين إلى كلمة سواء من أجل بحث مستقبلهم. نعم، الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي كان معنا، والأستاذ محمد فوزي اللامي الخبير العسكري والأمني كان معنا من برلين. شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية حول المؤتمر الصحفي للميثاق الوطني العراقي. شكرا لكم، وإلى اللقاء في أمان الله.